المؤسسة الوطنية لنقل المعتمرين والزوار. الوطنية لنقل المعتمرين والزوار هو نشاط تخصص في خدمة قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة، وكذلك في خدمة رجال الأعمال، وتوفير وسيلة النقل المناسبة الآمنة، وذلك من خلال تعاقدات أبرزها وأهمها الشركات الاستراتيجية مع الخطوط الجوية العربية السعودية في توفير المواصلات بأنواعها، وتنقسم إلى 4 أقسام، ويقوم بتوفير قسم VIP خاص برجال الأعمال أفضل أنواع المواصلات والخدمات، قسم خاص لنقل المعتمرين والزوار. وتم إنشاء هذا القطاع بعد توفير عدد كبير من الباصات المتنوعة والمجهزة كدعم للفرع، تعاقدات مع كبرى الشركات وأبرزها الخطوط الجوية العربية السعودية، وكذلك شركات الملاحة البحرية، توفير المواصلات للمنظمات والمؤتمرات والهيئات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. ويدير هذا الفرع الأستاذ يحيى المفضلي.